يسعد اوقاتكم حبايب القلب، معكم الشيف برهان من ابو ظبي، رح اقدم لكم طبخات واكلات جديده ممكن تكونوا بتعرفوها وممكن تكون جديده لكم، بالاضافه للمسات الخاصه بالشيف برهان. شو رح نطبخ اليوم؟ اولكم شاكريه. لعيونكم ومنتهيه حبايب القلب. خلينا نشوف مع بعض المقادير. لسلق اللحمه 1.5 لتر مي، كيلو 200 جرام لحم مع العظم، وفيك تعمل اللحم بدون عظم موزان. 1 كيلو لبن حامض، اذا ما عندك لبن حامض فيك تحط اللبن الموجود عندك في البيت برا البراد من المساء للصبح، بيطلع عندك بيصير عندك اللبن حامض. بصل حبه صغيره او كويزات 5 حبات، لوز مبشور او صنوبر، بيضه كامله. فيك تستعيد عن البيض بمعلقتين طحين، بس انا بفضل البيض لانه البيض بيعطي ملمس حريري للشاكريه. ملح 1 ملعقه، نشاء الذرة 1 ملعقه، ثوم نص ملعقه، بقدونس للزينه، سمن حيواني 1 ملعقه. لسلق اللحمه رح نحتاج بهارات صحيحه، بهارات حب، عود قرفه، فلفل اسود، ورق غار، كبشه قرنفل او مسمار، حبه ثوم، وقشر برتقان. قشر برتقان هذا سر من اسرار سلق اللحم، ضيفي قشر برتقان على اللحمه بتستوي معك بسرعه وبتعطي طعم كتير كتير طيبه للحمه. وهلا لسلق اللحمه رح نحتاج طنجره، حنحط فيها اللحمه والمي، نضيف لتر ونص مي وحنحطها على النار. وهلا بدنا طنجره ثانيه للبن، وهلا حنضيف اللبن بالطنجره، حنضيف معلقه الملح، حنضيف معلقه النشا، نضيف الثوم، حنضيف البيضه. بامكانك تستغنوا عن البيض بمعلقتين طحين. وهون مرحله كتير كتير مهمه، انك تحرك اللبن حتى يصير مثل الكريمه، ضل تحرك اللبن حتى يصير مثل الكريمه، بتتابعوا تحريك، تضلوا تحركهم حتى تشوفوا اللبن صار زي مثل الكريمه، ملمس كريمي وحريري ناعم. اذا ضل اللبن فيه كتل صغيره مش حيجمد مظبوط وحيفرط اللبن معكم على النار. لازم اهم مرحله هيدي المرحله. حنضيف البهارات الصحيحه والبصل، حنضيفهم على اللحمه، نترك اللحمه حتى تستوي نص سوا. مشان تستوي اللحمه نص السوا الثاني مع اللبن، لازم هيدي كمان مهم جدا، ان نسوي اللحمه نص سوا بالمي، بعدين بنحطهم مع اللبن مع البصل وبنخليه يغلوا كلهم مع بعضهم على النار هادئه. بعد ما حركنا اللبن على البرد هلا بنحطه على النار. هون اهم خطوه نضل نحرك اللبن على الهادئ مشان ما يكبتل معنا او يفرط. اهم خطوه انه ما نغطي اللبن بس يغلي ونضيف اللحمه، هاي خطوه كتير كتير مهمه، انه اللبن ما بيتغطى، اذا غطيت اللبن حيفرط معكم. كتير ناعم، منضيف اللحمه. شوف اللحمه استوت، اللحمه عندنا نطفي تحت اللحمه. هلا منضيف البصل مع المرق، في طريقة استواء اللحمة مع قشر البرتقان كتير كتير مستوية وناجحة. أنا ضفت تقريبا نص لتر مرق، نضل نحرك اللبن، ما لازم نوقف عن التحريك بس نحرك ببطء ما نحرك بسرعة عشان اللحم ياخد طعمة اللبن. لازم تغلى على مي على نار هادئة لمدة نص ساعة حتى اللحم ياخذ طعمة اللبن. وهلا الشاكريه صارت معنا جاهزه، بس ضل علينا السمنه نعملها نطشها. للطشه حنحتاج كاسروله، هاي السمنه، سمنه حيوانيه فيك تستبدليها بسمنه نباتيه او زيت. واذا كانت اللحمه في مدهنه كثير فيك تستغني عن الطشه هذه. حنحطها على النار. اهم شيء السمنه تدخن، بيسموها طشي، بيسموها فاسي، انتو شو بتسموها؟ اكتبوا لي بالتعليقات شو بتسموها. لازم تسمعوا هيدي الصوت، اذا ما سمعتوا هيدا الصوت معناتها السمنه مش ظابطه عندكم. خليها تاخذ تغلي دقيقه واحده بس وصحتني. هنا هي صارت الشاكريه جاهزه.
خليكم معنا نسوي رز بشعيرية. بتقدم معه رز بشعيرية. أهم شيء ما نغطي اللبن. بس يبرد اللبن بنغطيه. أوكي ما في مشكلة. وهلا خلينا نشوف مقادير الرز بشعيرية. 600 جرام رز مغسول ومنقوع. منقوع 20 دقيقة. أو 3 أكواب. 50 جرام أو نص كوب شعيرية. معلقتين زيت طبخ. معلقة سمن حيواني. إذا ما في سمن حيواني فيك تستعيني على تستعيدي بداله بالسمن النباتي. عندي 1 لتر مرق دجاج. إذا عندك مرق لحم، مرق دجاج، أي مرق تفيد ينفع نطبخ مع الرز. إذا ما فيه في نستعيد عنه بمكعبات المرق الموجودة، دجاج، لحم، أي مكعبات مرق بنحطهم مع لتر مي وبنحرهم حتى يصيروا بالقوام. هيدا لطبخ الرز حنحتاج طنجرة. حنحط السمنة. السمنة الحيوانية بتعطي كتير طعمة للرز. والزيت النباتي هو ما بيخلي حبة الرز تلزق على بعضها. بس هلأ بفرجيكم طريقة على النار. هلأ رح نحط طنجرة على النار. هلأ بعد ما سخن الزيت هنجيب الشعيرية نحطها. بنقلب الشعيرية حتى تاخذ اللون الذهبي. لازم نضل نقلب الشعيرية، ما نشيل ايدنا من التحريك، لازم نضل نحرك. نحرك الشعيرية تاخذ لون ذهبي. وهلا بعد ما صار معنا لون الشعيرية ذهبي حنضيف الرز. هيدي اهم مرحلة بالرز. الرز هيدا اهم مرحلة انك نقلب الرز حتى تتغلف حبات الرز بالسمنة والزيت. كانوا عم نحمص تحميص نظامي عنا. شوفي الرز كيف شرب السمنة والزيت كله. نص معلقة ملح. حرك هيك. شوفي حبات الرز كيف ما يتحمصوا وعم بيلمعوا من السمنة والزيت. هلأ منضيف المرقة. كل كاسة رز بدنا كاسة وربع مي. وهلأ أشوف الرز بعد ما صارت المي على مستوى الرز بنغطي الطنجرة. وهلا حنريح الرز 10 دقائق على نار هادئة. وهلا خلصنا الشاكرية. شوفوا الشاكرية، قوام الشاكرية ناعم. يا الله على هالشاكرية، كتير طيبة وكتير لذيذة. وهلا عملنا نزين الشاكرية مع رز بشعيرية. رح نزين الشاكرية شوي. حنكسر لون البياض بلون البقدونس. هلا الشاكرية نحط بقدونس نكسر اللون الابيض. وهلا عملنا لكم شاكرية مثل ما طلبتون، أطيب شاكرية ومنتهية. وكان معكم الشيف برهان. وإذا عجبتكم الحلقة ما تنسونا بالمتابعة والشير واللايك. سلام، بنشوفكم طبخات.